وللأسف الشديد الاستخدام السيء والاستغلال الرذيل لمثل هذه المقتنيات أو مثل هذه المخترعات. فنرى مثلا ما ينشر على الملأ وكان الأولى به أنه من خصوصيات الخصوصيات، نرى أن الناس تنشر ما كان رخيصا وما كان تافها، كل هذا ينشر عن الملأ من خلال وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية. مع أن أمام هذه الآلة الخطيرة وهي آلة التطبيقات الإلكترونية ليبين للناس الغض من السمين حتى يمكن الاستفادة من خلال ما توصل إليه العصر من منتجات، وحتى نصل إلى ما ينفع البشرية ويعم السلام. انظر أخي الكريم، حينما ترى الكرة المتباعدة وقد أصبحت في بوتقة واحدة وكأنها قرية صغيرة ومكان واحد، هذه علامة نافعة لا بد وأن نستثمرها، هذه آلة نافعة لا بد وأن نحسن استغلالها. إنني من خلال هذا المنبر أناشد القادة والعظماء والمفكرين وأصحاب الرأي وقادة الفن وقادة الرأي وقادة الفكر والكتاب وما إلى ذلك بأن ندق نواقيس الخطر حول هذه المنجزات العصرية لنحسن استغلالها ونحسن استخدامها فيما يعود على الناس جميعا بالخير وبالنفع وبالسلام وبالرخاء. وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذا المؤتمر إلى ما فيه الخير وأن نخرج بتوصيات رائعة عظيمة من خلال كلمات حضراتكم. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ محمد عيد الكيلاني وكيل أول وزارة الأول. المطران جورج شيحان مطران القاهرة الماروني لمصر والسودان الكنيسة المارونية، تفضل. مساء الخير للجميع. شكرا للمبادرة لإقامة هذا المنتدى من أجل السلام، وإحنا بفترة في مرحلة نعيشها بمنطقتنا العربية والشرق أوسطية بأمس الحاجة للسلام، لعيش السلام. نرى كل يوم ناس يموتون بالرخيص بدون أي سبب، وفعلا نرى وكأن هناك مخططات وبرامج تحاك من أجل تدبير الإنسان لأهداف تجارية، أهداف اقتصادية، أهداف استثمارية. نستثمر في كل شيء إلا بالإنسان. الإنسان أصبح سلعة يتاجر بها، وهذا مؤسف وهذا مؤلم في وقت التعاليم السنوية تنادي بمثلاً على مثال الكتاب المقدس للمسيحية: طوبى للساعين إلى السلام، طوبى للساعين يعيش سلام. أنا مدعو اليوم لكي أكون مبادر من أجل السلام، صانع سلام، أعمل المستحيل من أجل تحقيق هذا الأمر. أعيش مع نفسي، أعيش مع قريبي، أعيش مع ربي، أعيش بمسؤولياتي الملقاه على عاتقي. إذن نحن اليوم بأمس الحاجة لكي فعلا نبادر إلى ما هو يبني الإنسان. نحاول نسعى بأي وسيلة كل منا من خلال مسؤولياته
علينا أن نعمل لا لا يعني كنا نتكلم من لحظات أصبحنا اليوم وكانوا بعالم يتاجر بالسلام.